وراي اتفضل يا كريم مرحب بيك كابتننا كابتن الكبير كابتن ايمن شوي كل التحيه وكل ولكل نجوم النصر التحليلي الكبار وكل جمهورنا الجمهور اللي الاهلي الحقيقه بيزين استاد الاهلي والسلام زي ما بنقول طبعا عاد. حدود كبير جدا شفناه في مباراة الأهلي والزمالك وشفنا تأثيره الكبير وتأثير تحفيز جو وتشجيع جمهور النادي الأهلي الحقيقة على لاعبي النادي الأهلي مع التحضير اللي كان أكثر من رائع من بيتسو موسيماني وكل لاعبي النادي الأهلي كان تركيز كبير الحقيقة الفترة الماضية ويمكن كمان يا كابتن أيمن الجهاز الفني بالكامل وبيتسو موسيماني استغل فترة التوقف في بطولة الدوري العام بمباراة ودية زي ما احنا عارفين طبعا بمباراة مينيا سامانودو والراجل الحقيقة كان شغال تدريبات صباحية وتدريبات أيضا كمان مسائية على تصحيح الأخطاء وتركيز كبير أه كان عندنا نقص عدد لكن الراجل بيحاول يطمئن بشكل كبير على الحاله البدنيه الحاله الفنيه لكل اللاعبين وكل القائمه اللي كانت متواجده المتواجدة بعد عوده طبعا كل بقى اللاعبين الدوليين يمكن هو ده الامر حابين نتكلم عليه يا كابتن ايمن يمكن الوقت كان قليل جدا علي معلول لم يتدرب الا تدريب وحيد ايضا كمان كل اللاعبين الدوليين ما تدربوش الا تدريب وحيد الوافدين ايضا كمان الافارقه هو تدريب وحيد لكن هو ده قدر لاعبي النادي الاهلي لابد يكون في تحامل وانكار ذات كبير جدا مهما كانت الصعوبات ومهما كان الحمل الكبير اللي فيه طبعا لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان لاعبينا الدوليين لكن ان شاء الله باذن الله النهارده كل الامور دي نشوف إنكار كبير ونشوف تركيز كبير من لاعبي النادي الاهلي تحضير اكثر من رائع كعاتو بيسو موسيماني وتركيز ايضا كمان من لاعبي النادي الاهلي في التدريبات ويمكن يا كابتن ايمن في خلال اللحظات اللي انا بكلمك فيها حالا يمكن تشكيل النادي الاهلي لسه طالع حالا ابدا معاك طبعا بدون ترتيب يمكن الورقه بدون ترتيب الشناوي حمدي فتحي محمد شريف ايمن اشرف بدر بنون اليو ديانج و عمرو السليه محمد مجدي افشا علي معلول بيرسي تاو و اكرم توفيق نعيد طبعا تشكيل تاني يا كابتن ايمن الشناوي حمدي فتحي محمد شريف ايمن اشرف بدر بنون اليو ديانج عمرو السليه محمد مجدي قفشه علي معلول بيرسي تاو واكرم توفيق. ايضا كمان الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي عمار حمدي احمد عبد القادر محمد هاني لويس ميكيسوني علي لطفي حسين الشحات وليد سليمان حسام حسن وياسر ابراهيم يمكن ده هو تشكيل لفريق النادي الاهلي بعد طبعا الاطمئنان على حالة كل اللاعبين لان يمكن طبعا كنا بنقول ممكن لعيبه يكون عندها بعض الإجاد لكن مشاركه الحقيقه علي معلول النهارده كاساسي محمد مجدي قفشه كل طبعا لاعبين إن شاء الله النهارده يكونوا كعادتهم فايقين بلغه الكوره ونقدر بشكل كبير جدا نحقق ثلاث نقاط مع فريق عنيد زي فريق المقاولين العرب اللي بيتميز باداء وايضا كمان بيتميز بمدير فني اكثر من رأى كابتن عماد النحاس لكن اصرارنا الكبير النهارده وتركيز لعيبه النادي الاهلي تقدر تحسم هذه المباراه كابتن ايمن وان شاء الله باذن الله عقب هذه المباراه يكون لنا ايضا كمان فرحه كبيره مع جمهور النادي الاهلي وايضا كمان لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي منتظرين الاداء ومنتظرين النتيجه ان شاء الله كابتن ايمن باذن الله كريم ومن كريم نروح لزميلنا محمد توفيق نتعرف منه على اخر الأجواء. الفريق المقاولين قبل المباراه اتفضل يا محمد مساء الخير كابتن ايمن تحت لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل